يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كم عدد النفخات في الصور؟ هل هي اثنتان أم ثلاثة؟ وإن كانت ثلاثة فما هي النفخة الثالثة؟ الله ذكر ثلاث نفخات في الصور: نفخة الفزع في سورة العنكبوت، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع. والنفخة الثانية نفخة الموت، والنفخة الثالثة نفخة البعث. نعم، في سورة ذكر النفختين في آخر سورة الزمر. نعم.